منة الله عصام، فتاة في 29 من عمرها، تحدت صعوبات فقدان بصرها وأصبحت أول لاعبة قوس وسهم ضريرة في مصر وإفريقيا، وحصلت على العديد من البطولات والميداليات الذهبية. رغم هذه الظروف، كان لديها إصرار وأمل على تحقيق حلمها، وهو أن تصبح بطلة دولية في لعبة القوس والسهم. أنا كنت جاية النادي علشان أتمرن فروسية، عشان أنا بحب الخيل جداً. فأنا بالفعل يعني اتمرنت فروسية فترة ووقفت، وإن شاء الله حاجة أتمرن تاني بإذن الله الأيام الجاية. بس أنا لما كنت جيت شفت لعبة القوس والسهم، وشفت الكابتن أشرف وتعرفت عليه، فقلت له أنا نفسي أتعلم قوس وسهم ونفسي أتمرن قوس وسهم، هينفع؟ راح قال لي طبعا هينفع. قلت له أنا كفيفة؟ راح قال لي هينفع، وهتشوفي بعد شهر هتضربي ازاي. وفعلا يعني هو يعني ما شاء الله، يعني ربنا يديله الصحة، علمني ومرني وكان معايا من البداية، والحمد لله يعني بقيت أضرب كويس الحمد لله، ودخلت بطولات وخدت ميداليات الحمد لله. البطولات كلها بصراحة يعني عجباني، يعني سواء كانت السهم الفضي ولا الذهبي ولا كاس مصر ولا الجمهورية ولا أي بطولة ودية، أنا كل البطولات يعني أنا حباها، وحابة يعني الفترة الجاية ما تبقاش بقى بطولة محلية، نفسي تبقى بطولة دولية، ونفسي جداً أطلع البارالمبية اللي جاية، لأن أنا الكفيفة المصرية العربية الأفريقية الوحيدة اللي بلعب قوس وسهم، فنفسي جداً أطلع البارالمبيات اللي جاية، ونفسي أجيب ميدالية ذهبية بإذن الله. البداية منا كانت مع منا من حوالي 3 سنين، كانت جات في النادي علشان تركب خيل، فشافت أختها بيجوا مع أخواتها يعني، فأخواتها قالوا لها ده في قوس وسهم هنا، فقلت لهم طب أنا عايز ألعب، طب ما ينفعش؟ لا ينفع، طب نشوف الكابتن. فسألوني قلت لهم أي تنفع، وهي الوحيدة اللي تعتبر يعني في الشرق الأوسط أو في أفريقيا، هي رابع واحدة على العالم ضريرة بتضرب، كل البطولات بتاخدها أول لأن مفيش منافس ليها، علاوة على أن هي زي ما أقول لحضرتك أن هي الوحيدة الضريرة، فبيبقى لها تايتل خالص مختلف عن بقية القادرون باختلاف. إدارة النادي على رأسهم اللواء وليد مليجي بيلقي بكل الدعم نفسيا ومعنويا وتدريبيا وكل حاجة لذوي القادرون باختلاف، وخاصة منا، يعني هي بتلقى جميع الرعاية الكاملة من إدارة النادي وعلى رأسهم اللواء وليد مليجي.